تجدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زكنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن
وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهدايات القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. يا الله يا تون كمين، ترملها دعاء للعمل كمين. أسمونا قال يا محمد إنا لك محمد تعالى، دان ترملها طبع كمين، سمونا إنك محمد وطبع لك محمد سمين. يا الله تنجوكيلها كمين، منيلها كمين كبار كبنران لك كبجلين ونورس لمملكة القرآن. يا الله كسهيلها كمين لمملكة القرآن، لن جديكنا سبقنا مبنان. Kasihanilah kami dengan berita Al-Quran, dan jadikannya sebagai pimpinan cahaya petunjuk rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa daripada Al-Quran, dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan siang, dan jadikan Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, mulikan kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikan kami dengan pakaian bermakna Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami daripada segala bencana dunia dan azab akhirat dengan berkat kerahmatan Al-Quran. Ya Allah, yakan kami jadikan Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan, dan dalam kubur sebagai kawan yang mustahil, pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penuh, semasa menuju syurga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan pendidik daripada api neraka. Dan jadikan Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan, dengan limpahnya kemurahan dan kemuliaan jua. Ya Allah, ya Tuhan, Maha Pemurah. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tingkatkanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran, dan hapuskan dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran ini. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan dan ihsan. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami daripada azab neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.